انا بحط عندي نص كوبايه كده من الميه السخنه، واقوم واخد حوالي كوبايه ونص كده من التمر طري كده، واقوم حاططهم فين؟ في الميه السخنه ديت. ماشي. انا بعمل ايه بقى؟ دي احنا بنعمل كيكه التمر الخطيره. ماشي. طيب ايه اللي هيخلي التمر ده ينعم معايا بقى ويبقى ناعم معايا؟ هاخد طرف معلقه كده من البيكنج باودر اهو، طرف معلقه صغير. بص هيعمل عمليه كيميائيه دلوقتي عشان التمر ده هو يتهرس معايا ويبقى معجون دلوقتي، واسيبه عندي على النار لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. ايه رايك بقى في التمر بدا يعمل ايه؟ بصي بدا يتهرس معاك اهو، اهو شايفه بقى اهو بدا يبقى معجون خالص اهو بسبب البيكنج باودر اللي حطيناه او البيكربوناته، ممكن تحط بيكربوناته، ميه سخنه، التمر. بص الكلام اهو، تفضلي تعملي فيه كده اهوت لحد ما يبدا اللي هو ايه تلاقيه بقى معجون معاك. شغل عالي. بص المعجون يا عم جيمي يا جامد، المعجون التمر اهو بقى معجون. خلاص يا باشا قوم شايله بقى خلاص هنا، ونسيبه عندي يبرد بقى شويه ما نجيش ناحيته خالص، على كيكه التمر. يلا بينا نزل بقى بقى المديله. جيمي انت صوتك بعيد قوي يا جيمي قوي على فكره. اه كده تمام، كده تمام يا حبيب قلبي. اه يعني صوت بتبقى رغده بيبقى باين قوي. ايوه ماشي. عندي ثلاث بيضات تمام، سكر نص كوبايه سكر. ليه بقى؟ من السكر هو طبيعي اللي هي بتاخد كام سكر؟ بتاخد كوبايه او كوبايه وربع، لكن انا حاطط نص كوبايه لان في تمر في سكر، فاهم ازاي؟ فبيبقى في معادله. هو مشغل فانيليا. بيض نص كوباية سكر، ثلاث بيضات، ربع كوباية زيت ذرة، شوية فانيليا صغيرين، باكو فانيليا كده. ماشي. ايه اللي بقى اللي بيحصل دلوقتي بقى؟ اللي بيحصل كلام كبير. ناخد بقى العجوه بقى الجميله المهروسه بتاعتنا ديت، الله على الجمال. نقوم حاطينها فين؟ عندي على الخليط هنا. وزي ما اتفقنا لازم تكون ايه؟ لازم تكون بارده. اقوم مشغل. بعد كده اقوم واخد عندي جوز الطيب، تدي طعم حلو قوي ليها. الله، رشه كده، رشه قرفه بسيطه يا عيني. بعد كده اقوم حاطط عندي الدقيق، بيكنج باودر، يعني نص الباكو. اه نص الباكو، اه نص الباكو خدناه هنا، حطينا نص الباكو طرف معلقه على التمر، والباقي حطيناه فين؟ مع الدقيق. ونشغل. اه الحليب ده الحاجة تانية، خلي بالكوا الحليب ده مش في العجينة، المقادير لا من غير حليب، هي كده خلاص ما فيهاش حليب وما فيهاش. هنعيد المقادير تاني بالراحه خالص، هي كده اهيت خلاص كده تمام. كوبايه ونص من الدقيق، نص باكو من البيكنج باودر، شويه ملح صغيرين، قرفه وجوزه الطيب،
وبعد كده عندي ربع كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السكر البودر وثلاث عدد بيض بس. بص بقت عامله ازاي الكيكه، ده موضوع تاني خالص. الله. والتمر طبعا اللي احنا حطيناه، المعجون، ما فيش اي حاجه تاني. اضرب بس الكريمه اللي انا احطها من فوق على الكيكه بعد ما تطلع يعني وتبرد يعني. طيب دي صواني، صواني الكيتشينوفا قدام حضرتك اهيت، هبدا ان انا اخد فيها الكيكه اهيت، كيكه التمر اللي هي عباره عن ثلاث بيضات، نص كوبايه سكر، كوبايه وربع من التمر، اجيبهم احطهم في ميه سخنه مع شويه بيكنج باودر نص معلقه صغيره لحد ما يبقوا معجونين خالص على النار، وبعد كده اقوم شايلهم وببردهم. وبعد كده اقوم جايب البوله حاطط فيها ثلاث بيضات ونص كوبايه من السكر، وبعد كده اقوم حاطط عندي ربع كوبايه من زيت الذره، وبعد كده اقوم حاطط عندي معجون التمر، وبعد كده كوبايه وربع من الدقيق، بعد كده عندي ثلاث ارباع معلقه كده من البيكنج باودر او نص الباكو يعني الباقي، وبعد كده عندنا شويه ملح صغيرين، اديتها قرفه واديتها شويه بسيطه جدا من جوز الطيب. تمام ازاي؟ فبص بقت لونها عامل ازاي؟ خدها وحطها درجه حراره كام؟ 170. بص بقى عباره عن ايه؟ بجيب عندي نص كوبايه من الكريمه، الكريمه الموجوده قدام حضرتك اهيت، ببدا ان انا اخفقها وابدا ان انا احط عليها كريمه حيواني عاديه، كريمه خفق عاديه، اقوم حاطط عليها جبنه كريمي. الصوص ده ايه؟ ولا كلمه. عليه حليب مكثف ربع كوبايه، طبعا لو انت عايز تاكلها ساده كليها. شويه بسيط جدا من الصوص من جوز الطيب، سنه بسيطه جدا من القرفه، ونضرب كل ده مع بعضه. التمر تطلع نقوم ساقين بيها. الله 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 الله. بعد ما تبرد نقوم حاطين عليها الكلام الجميل ده هوت من فوق. بعد كده صوص كراميلي كده من فوق. بعد كده هم ناخد عندنا خلطة كده صغيرة او دي مثلا